الخداعات التي يخدع بها الناس بعضهم البعض من كل ما تعظمه دون الله او تخافه دون الله تبارك وتعالى انك وذاك الذي تخافه وترجوه في قبضه القوي المتين وان مرجعك ومرجعهم جميعا اليه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا لا لاهل الانظمه ولا لاهل اسلحه الدمار الشامل ولا لاهل طياره بدون طيار وهم يعيشون على ظهر الارض ان هبت عليهم رياح عاصفه عجزوا بامكانياتهم عن ان يدفعوها وان زلزلت لهم ارض ذهبت كل امكانياتهم ولم يقدروا ان يردوها وان انتشر بهم مرض من الجبار نشره عليهم عجزوا عن ان يدفعوه واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اي تكنولوجيا تقضي على الكورونا واي قوات لديهم تمنعها من الدخول الى دوله متقدمه او متطوره بل تبدا فيها اولا وتنتشر منها وتجيء فيها بقوه قوي خلق الكل واليه مرجع الكل راجع صفحاتك في تعظيم غير الله فاصلحها ما دمت في الحياه فانك ستموت وستعلم ان المرجع الى واحد هو الاحق ان يعظم والاحق ان يمتثل امره والاحق ان يدخر العمل لديه جل جلاله ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أيها المؤمن بالله يعملون ما شاءوا من الأسباب وعندنا مع القيام بالأسباب عبودية للمسبب رجعة وأوبة واعتمادا على المسبب يفقده الكفار وعلى ظهر الأرض ليس لهم ولكن للمؤمنين يشاركهم المؤمن في اسباب الوقايه او اسباب العلاج ولكن معه رجوع الى المسبب ليس عنده واعتماد على المسبب ينكف البلاء بالدعاء وينكف البلاء بالصدقه وينكف البلاء بالذكر وينكف البلاء بالصلاه على محمد وينكف البلاء بكثره الاستغفار